مولاي السلطان. انت يحيى؟ مولاي السلطان. ليه ما نفذتش خطة الصباح وقتلت مولاي الخليفة؟ اخترت ان اكمل حياتي بشرف. وحبيبتك اللي عند الصباح. قلت مفيش حب من غير شرف. وايه شرف يحيى ابن المؤذن؟ ان اكون على راس جيش يروح يمحي قلعة ألموت ويقتل شيطانها. تقدر؟ انا اقدر الناس بمداخلها ومخارجها، وعندي اقوى سلاح الانتقام. عارف ان مصير نورهان الموت، بس مفيش اشرف من ان اخد بالطار. وزي ما ربنا مكنني من رقبة اللي قتل ابويا وامي، هيمكنني من رقبة اللي قتل نورهان وطار كتير من اللي ارسلهم للموت. ومش فارق معايا النصر او الهزيمة، فارق معايا ان اقتله حتى لو مت بعدها الف مرة. واللي ما بيخافش من الموت وقدر ينتصر عليه كذا مرة، الموت بيخاف منه. وايش ضمن ان كل روايتك صدق؟ مش جاي تكون كذاب او جاسوس للصباح؟ اسألوا شوارع أصفهان ومسجدها عن أبويا سعيد بن أوفي ومين اللي قتله. اسألوا اللي رجع من جنودكم في آخر قتال في قلعة ابن حافظ عن الفارس اللي دخل القلعة مع الباطنيين كان بيقاتل في أنهي طرف. شكلك صادق يا يحيى، نيتك طيبة، إنما الدول الكبيرة ما بتقدرش بالنيات. جالنا كتير من عند الصباح، برضو في الأول كانوا بيدعوا النية الطيبة. خدوه على السجن. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.